أي مثال، محطة سوسة رغم المعاناة اللي يعانوا فيه الأخوة في الجبل، لكن موقفينها مواطنين بحجة أنهم أصحاب الأرض، وهم ممكن يكونوا أصحاب الأرض، ولكن نحن المحطة عليها نزاع من ثلاث عائلات. والحقيقة السيد رئيس الوزراء قال ما نقدرش نعوض إلا اللي يجيب مستندات من القضاء يثبت فيه ملكية الأرض ونحن نعوضه، والحقيقة هذه اتفقنا فيها. وحاولوا كل الناس أن يتعاملوا مع الناس أصحاب الأرض، ولكن بصراحة بالقوة ما عرفناش نتفاهموا في الموضوع هذا. وقفوا الشركة المنفذة، أكثر من 11 كسار كانوا يخدم من طردوهم برا، وقاعدين نحن تونعانوا في قصة الاعتداء على المحطة ومنعنا من استكمال المشروع. فمن ناحية نستغربوا الناس بدون كهرباء والدولة تبي تصرف وبالاقتراض، وفي ناس منعيننا نحن نفذوا مشروعاتنا. العملية ما عاش عرفناها مبرمجة ولا شنو سير.